هاجر يا بنتي جوجو. ايه يا امي؟ المنبه يا ماما بيرن. يا بنتي اصحي. ماشي لازم كل يوم. حاضر انا هعرف اصحيك ازاي. بابا 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 بابا. بس يا حور. بابا المايه دي تروح منه. مش ده بيتها بسحني من النوم. بابا انا حضرت لك الفطار وودي انت خلي الحضانة عشان انتخل. ماشي راح. من الفول ده. هو ده فول؟ انت برضه اللي عامله الفول ده؟ كان ما تطبخيش تاني. شيف ليلى عامله بيض حلو جدا وشاريه جبنه. بس لسه ما كلوش. هتكون خلصوا الاكل ده كله. حلو جدا. ماما ياكل من طبق. ياكل من طبق لازم. طبق انت خلصت اللازم. بلعتين. ايوه طبعا بياكل. أنا يوتيوبر مذيعة شارع، لقيت فرصة كويسة مع قناة يوتيوب لسه بتبتدي وعرفت أثبت فيها نفسي وثبت وجودي. وبيعملوا إيه علشان يوصلوا فنهم للناس؟ أنت حر،
مسرحية قدمها محمد صبحي وشريهان في نص الثمانينات، لكن بتناقش قضية لكل زمان ومكان، قضية الحرية. قضية بدرس إعلام شعبة صحافة، شغال في مجال المطاعم من فترة كبيرة يعني. الفترة دي أهلتني إن أنا أعمل عربية أكل تيك أواي. أنا برضو طالبة في أداب تاريخ، نفسي بقى مذيعة وممثلة كبيرة، علشان كده قررت أتحمل أي تعب في سبيل تحقيق حلمي. بكتب في جريدة واحدة ورقية، أنا بكتب في ثلاث صحف إلكترونية. بشتغل من البيت، لكن بعمل الحاجة اللي أنا بحبها. بعشق كتابة المقالات. بص على كلامه
النهاردة عندي أوردرين، الأول لفيلم تسجيلي عن الألحان القبطية، وعلي تصوير ماتيريال في المناطق المسيحية الأثرية. أنا بقى بشتغل في كافيه بقالي 3 سنين، طبعا بعد رحلة كفاح طويلة وسفر برا مصر. الكافيه ده بقى بيت التاني لأني بقضي فيه أغلب يوم. إحنا كلنا أسرة، سواء أصحاب المكان أو اللي شغالين فيه. في جامعة وفي جواها طلبة، فطبيعي ان الطلبة هتاكل. فضلت ان انا اقف قدام جامعة خاصة عشان الطلبة بتاعتها من فئة معينة. غير كده ان اسعار السندوتشات عندي ارخص كتير من جوه الجامعة، يعني سعر السندوتش مثلا بتاعي ارخص من جوه الجامعة بخمسة ستة جنيه. استني يا حور شوية أخلص شغلي. بس انت وعدتني. حاضر يا حبيبتي، أخلص اللي بعمله وهننزل. هننزل والله. النهاردة استأذنت بدري زي كل أربع، علشان النهاردة يوم حافل بكل التفاصيل. من أجمل الحاجات في الدنيا إن يكون في علاقة خاصة بينك وبين ولادك، وأحلى لحظة لما تشوف البسمة في عينيهم والضحكة تترسم على وشهم.
أكلهم. قابل يا كردي، قابل قابل. يوم الاربع في حاجة تاني بقى مميزة، بيبقى اليوم الاسبوع اللي بتجمع فيه مع اصحابي، بنلعب فيه كرة مع بعض، بيبقى اهم يوم عندنا، بنرجع كأننا عيال. هنثبت كاميرا هنا، ممكن تبقى على 45، وكاميرا هتبقى هنا امرس على الاستاذ. انت مش هتتحرك بحاجة يعني؟ لا حاليا هنبقى ثابت، بس هاخدك بس وانت جاية كده الاول وقاعدة وبتسلم عليه وبتبدأ تقعدي، بعد كده بنبدأ. انا كان اسمي منصور. الحياة فرص، فالواحد بيستغل فرصة ان هو ينجح او يفشل، فدي في حد ذاتها دي بتاعت ربنا، فالواحد بيحاول. انا حاولت واصريت ان انا اعمل حاجة لنفسي، فان شاء الله طالما عندي اصرار وشايف ان الحاجة دي هتنفعني بعد كده، ان شاء الله ربنا هيوفقني فيها تبقى مستقبلها حلو ليا. الاسم الجديد حاليا محمد احمد عبهادي، فاخترت الاسلام من سنة 87. كان عندك يعني قد ايه؟ عندي 19 سنة. انا وصلت لعم محمد، حالة من الحالات النادرة في مصر، فكرة انك تختار دينك وانت عندك 19 سنة
صعبة جدا في مجتمعنا العربي، خصوصا في القرى والمدن الصغيرة. خلاص يا بكرة نطلع عشان عندنا ماتش تاني نتساوي زي المرة دي 6-0. ياسمين دي بقى حياتي كلها هي واحمد وعمار، دول اللي طرحت بيهم الدنيا. دي الزرعه الخضراء اللي انا زرعتها وبحصتها بقى في الحياه. طب انا عايز اسالك سؤال، ما كانش ليكي اي موقف لما عرفت ان ابو احمد كان مسيحي اصلا؟ شكليا كان حلو فهو عجبني شك، فطبعا وافقت وطلعت بقى لظروف. بكل ده برضو مكنش تعرفي ولا عرفتي بعد كده؟ عرفت بقى بعد كده ان هو بعد الزواج اسلم بعد ما كتب كتاب، لان هو قالوا ذهب وكتب كتاب مع بعض. بقيت مبسوطه كويسه انني خدت واحد يعني كان مسيحي واسلم دخل ديني. بقيت فرحان. اول سنه جواز معاه كانت احلى سنه في حياتي. عفريت اما بقى عن النص التاني في حياتي، يبدا بعد 7 بالليل وسط زحمه الناس، ومن خلالها بقى بعمل اعداد شغل كتير جدا. كده انت حققت نجاح، كده انا ممكن اعمل لكم صوت معاكم في النجاح. في ناس مكلمين على حاجات كلام زي كده فاهمني، يا اما نشتغل فرق خاصه. اقسم بالله انت لو كنت شفتني يا امين امبارح في بروف سعيد والله العظيم. لسه شغال من غير مشاكل. طبعا انت اول يوم النهارده، سوري ان انا اتاخرت على الناس، انا بعتذر، انا اهم حاجه عندي الالتزام. خلاص اتعرف بيك. احمد شيف. ازيك يا شيف؟ احمد عبد. ازيك يا عبد؟ محمد هيصه. ايه محمد هيصه؟
هيصة. ازيك يا هيصة؟ حضرتك هلا ربيع. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ندى سليمان. اللي حسن؟ ندى سليمان. ازيك يا استاذ زينب؟ سليمان مصطفى. مصطفى حاضر حافظكم. طيب بصوا يا شباب، اهلا وسهلا بيكم. الاول الناس اللي ما تعرفنيش، انا احمد زهران صحفي ومخرج مسرح، جاي النهارده علشان عايزين نعمل عمل حلو، لان في مهرجان قريب وداخلين كلنا فيه. وحياتك وغلاوتك عندي. مالكش دعوه بحياتي. ليه بس؟ يا ولاد انا حنوت، مش هقبض روحي. تشرفنا مسخم. تشرفنا مسخم من ست الا سيدي يا اخويا، بالاذن ما عطلكش. على فين الوقت؟ القعده معاك تقصر العمر. بص يا وزير، هو حنوتي قديم. حنوتي قديم. يا ساتر، عارف انت الشغل ده؟ يا ساتر، بناكل اللقمه بطلوع الروح. بس الروح للدنيا، بس الروح، بس طلوع الروح للدنيا غير طلوعها من الدنيا يا اخوي. ما تفرقش. يا ساتر، بناكل اللقمه بطلوع الروح. بس طلوع الروح للدنيا غير طلوعها من الاخر في الاخره، والدايه غير الحنوتي. ما تفرقش. يا وليه، انا الحنوتي مش قابض ارواح. تشرفنا مأسخن من ستي الا سيدي، بالاذن. على فين؟ تمام يا شباب، الورق هتقرا انت يا وزير، هتقرا انت الحنوتي معاك. اتفضل يا استاذ. وانا راجل عجوز. هتقرا راجل عجوز. اتفضل يا استاذ. اوجد عمره ما يسيبك ولا ممكن يبص لغيرك، معلوم الخلفه كتير بتربط عين الراجل. ربنا يقويك يا فوزيه يا مراتي يا حبيبتي. تمام. بس عايزين الناس بقى تقرا السكريبت، الناس كلها بعتها لها PDF على موبايلات، تقرا السكريبت وتراجعه كويس. انا مش عاجبني ان احنا نايمين، فكنت حابب نلعب فيسنس شويه، بس واضح ان الوقت متاخر واحنا كلنا جايين متاخرين النهارده واليوم ضاع. فيعني معلش، يعني هنفركش النهارده والمره الجايه نيجي كلنا بدري باذن الله. ان شاء الله. البروفه الجايه امتى يا ريس؟ خلينا الساعه 6 باذن الله، كلنا نتجمع، هتبقى هنا برده في نفس المكان. هنبقى حد وثلاث، حد ثلاث حلو، حد في حد عنده مشكله من حد؟ يا هاجر. ايوه يا بنتي. هنا بنتجمع كلنا عشان نعمل اكتر حاجة بنحبها، اللي بتعمل بينا حالة حلوة جدا من الترابط والانتماء، خلية نحل. كل واحد عارف دوره وبيعمله بمنتهى الحب، لحد ما ندوب كلنا في بعض جوه دايرة عمل يتوجها النجاح، اللي بندوق فيه الطعم الحقيقي للسعادة.